كتاب ثاني من كتب سيد قطب، كتاب اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام، كتاب اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام. وهذا الكتاب في آخر صفحة من الغلاف بتلقى فيه رقم الإيداع موجود، وبتلقى الترغيم الدولي برضو مكون من 10 أرقام. وقال لك يطلب هنا في السودان من الدار السودانية للكتب، هذا لما مطبوع ورا مكتوب هنا، قال لك يطلب في السودان من الدار السودانية للكتب. يعني تاني ما في لك طريقة تنكره الكتاب ده، ما في له طريقة ينكره. في هذا الكتاب أول حاجة الزول ده بينبز الصحابة، فهمت؟ صفحة 158. وأنا بهمني كثير أتناول المسائل دي لأنها منتشرة، حتى قرونا لها في الأساس وغيره وغيره، قرونا الكلام ده. طبعا دي الفاتورة بتاعت الكتاب. طيب الصفحة 158 بيقوم سيد قطب يجيب له أحاديث وآثار ضعيفة وموضوعة وكذب إلى من نسبت إليه، ويجي يأخذ بها الصحابة، مع أنه هو ذاته سيد قطب هنا في التفسير بجي أمره يقول لك آخر مجلد المجلد السادس بيقول أنه أخبار الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد وإنما يؤخذ بها في الأحكام. طيب قال الصفحة 158 قال فإذا فهم عمر الحكم على هذا التصور، على أساس هذا التصور، فلا مجال لأن يكون لقرابة الحاكم امتيازات ما على سائر أفراد الرعية. فإذا تناول ابنه عبد الرحمن الخمر فلا بد من الحد، وقصته في ذلك معروفة. يعني داري يوريك الفرق بين عمر رضي الله عنه وبين عمرو بن العاص، وبيطعن في صحابيين جليلين، أحدهما عمرو بن العاص والثاني معاوية رضي الله عنه، وكذلك الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال وإذا عدا ابن عمرو بن العاص على المصري فلا بد من القصاص. ودي القصة المشهورة قرونا لها زمان في كتاب المطالع ولا كتاب شنو، إنه عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، صحابي جليل، قال عنده ولده في مصر، وولده قال استابغ له مع واحد قبطي، وبعد ذاك القبطي فات ولد عمرو بن العاص، فقام ولد عمرو بن العاص ضربه، والقبطي جاء لعمر بن الخطاب واشتكى له، وقال له يا أخي ولد عمرو بن العاص حصل منه كيت وكيت. قال لما جاء السنة الجاية أول حج أو غيره قام جابوا من الاثنين، وقام قال له أضربه زي ما ضربك، فضربه. قال بعد ذاك قال له اضرب صلعة أبيه، قال له لا ما ضربني، ضربه ده. فقام قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ده كذب ساكت. لا عمرو بن العاص عنده ولد ذاته في مصر، ده نمرة واحد، ولا السابق في فرس، ولا لاقى القبطي، ولا في قبطي جاء المدينة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا قال له، ولا عمر بن الخطاب جاب عمرو بن العاص، ولا جلد ولده قدامه، ولا قال له الكلام ده، كله كذب بتاع سيد قطب والأخبارية الحمقى المغفلين والشيعة ناس ذكرهم ابن جرير الطبري في المقدمة، ناس أبي مخنف لوط ابن يحيى وغيرهم، وابن عبد الحكم في تاريخ مصر، فهمت؟ وذكر القصة دي من غير إسناد، والإسناد فيها معضل، وده من أقسام الحديث الضعيف زي ما قال الإمام البيقوني، والمعضل الساقط منه اثنان، يعني في نفرين ما فوق. فده زول ما يقبل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقبل بأخبار فارغة وفاشلة في الصحابة. يا عمرو بن العاص يقر ولده على ظلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناء العاص مؤمنان عمرا أو مؤمنين عمرا وهشاما، هشام بن العاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فيجي ده الصحابة العظام اللي عندهم الفضل الكبير الفتح البلدان يجي يطعن لك فوقهم وينبزهم لك، ده سيد قطب.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة. لو أنت ربنا سبحانه وتعالى رزقك مال قدر جبل أحد، قدر جبل أحد، وأنفقت في سبيل الله ذهب، وجاء صحابي شاليه في تريتا أو أي حاجة قدر كفين الاثنين ده المد، وأنفقوا في سبيل الله أو نص المد كف واحد، وأنفقوا في سبيل الله ما أنفقه الصحابي يضاعف أعظم من الذي أنفقته أنت، عرفتها؟ لأنه دين ربنا سبحانه وتعالى رضى عنهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إجوا الأخوان المسلمين أسيدهم سيد قطب البدافع عنه المدعو عبد الحي يوسف، إجي يقول يا أخي سيد قطب سيد من سادات المسلمين، والله هذا لا يسوى شيئا عند المسلمين، وهذا ضال من ضلال هذه الأمة، ذو المجرم مستهبل وكذاب المدعو سيد قطب. وانت ذاتك يا عبد الحي يوسف لو بقيت تدافع عنه انت زي واحد ما تغضب للصحابة وتجي تدافع عنه.